طبعا مهند مجدي، استاذ محمد جارح، الدكتور محمد سراج، تحيه واجبه لكل اعضاء مجلس النادي الاهلي. يعني لو الكاميرا راحت شويه كده لاعبي النادي الاهلي كلهم يا ريت، يعني زميلنا يحيى ينقل الصوره دلوقتي زي ما احنا شايفين، كابتن رامي ربيعه، كابتن سعد سمير، وكريم ندفل اللي الحمد لله على السلامه، ياسر ابراهيم واحد يعني من ابطال النادي الاهلي، كل لاعبي النادي الاهلي النهارده في احتفاليه خاصه، ومروان محسن.